حلق عالي يا نصر الاهلي، تحدوا كل الصعاب وتعهدوا ان هم يسعدوا جماهير النادي الاهلي. ابطالنا ابطال السله الحقيقه امبارح شرفونا وحسينا بفخر كبير قوي واحنا بنتفرج وبننهي السنه دي وببطوله كبيره زي دي. طبعا بالنسبه لابطال السله مش بس بنتكلم على ثلاثيه كره القدم اللي بنحتفل بيها، لا كمان ابطال السله امبارح الحقيقه بينافسوا لاخر دقيقه لاخر وقت لاخر ثانيه. في ناس كانت خلاص بدات تفقد الامل وهي بتتفرج على الماتش او على المباراه، ولكن رجالتنا كانوا قدها، وهي دي روح الفانيلا الحمراء، روح التيشيرت، تيشيرت النادي الاهلي. والحقيقه هم يستحقوا ان هم نفتخر بيهم وان احنا نبقى بنحتفل معاهم النهارده، وده شرف لينا ان هم النهارده يكونوا طبعا منورينا بعد الحقيقه ظروف صعبه قوي، غيابات كتيره قوي عدت عليهم، ظروف صعبه قدروا ان هم يتخطوها وكانوا قدها وقدود. طبعا بنشكرهم على الاداء المشرف وعلى النتيجه وعلى البطوله، بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيدعم كل الرياضات، بنشكر كمان طبعا جماهير النادي الاهلي اللي ورا فريقها في كل المجالات وكل الرياضات. منورني اتنين من نجومنا ومن ابطالنا، كابتن ايهاب امين وكابتن مودي الجرحي، الف مبروك ونورتونا وشرفتونا الحقيقه امبارح. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله على المكسب، طبعا بطوله مهمه يعني كانت صعبه، من اصعب البطولات اللي عدت علينا يعني انا عن نفسي في حياتي، من اصعب البطولات دي في ظروفها وفي الاجواء اللي حصلت فيها، بس الحمد لله يعني ربنا كلنا مجهودنا الحمد لله كسبناها في الاخر يعني. كابتن الفريق وصانع الالعاب، يعني مسؤوليه كبيره قوي عليك طبعا انك تكون كابتن فريق النادي الاهلي، ازاي قدرت تبقى تتخطى الصعوبات دي الفتره دي؟ يعني احنا بنتكلم على غيابات كتير قوي يا كابتن، وبتواجهوا الاتحاد، والاتحاد فريق كبير في السله وده معروف طبعاً. ازاي كنتوا قادرين تتخطوا ده؟ كانت ايه دورك بالظبط في المسؤوليه دي؟ والله حضرتك احنا بدانا السيزون اصلا احنا مش كاملين، كان في لعيبه مع المنتخب، كان في لعيبه مصابه، وكنا لسه جايبين صفقات جديده، لسه ما اتمرناش خالص مع بعض. اول ما كملنا قبل الماتشات يعني حوالي باسبوع 10 ايام دخلنا على ماتش الزمالك، الحمد لله كنا في الاول اول كوارتر كنا مش كويسين، بعد كده الحمد لله مستوانا الحقيقي ظهر. انا احساسي احنا خدنا بقى عين بقى، اتحسدنا بقى بعد الماتش ده، ان احنا من بعد الماتش ده الفرقه كلها بقى اصابات، حصل اصابات في الماتش ده بالظبط، بعديها بفتره بقى جه موضوع الكورونا ده، اربع خمس لعيبه كمان مؤثره جدا في الفرقه جدا طبعا، سواء ايهاب او عمرو، او بعديهم جه وعبد الفضيل، بعد كده عمر طارق ومودي. طلبنا طبعا موضوع التاجيل ده تعب، احنا تعبنا واتمرنا، فما ينفعش تيجي في الماتش الحاجات الفاينل دي ما تلعب نقص. كان نفسنا ناجل، بس كان جوانا بقى يقين ما اتقال خلاص مش هيتاجل، ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا عشان احنا تعبنا يعني. وكنا بنلعب فرقه كبيره زي فرقه الاتحاد، طبعا هم كسبوا السنه اللي فاتت معانا في الفاينل كاس الدوري، فاحنا كنا عايزين نرد ده السنه دي، وكان نفسنا نبقى كاملين، كان عندنا امل لغايه اخر لحظه برضو ان احنا الناس المصابه حد فيهم هيلحق. هو خسرنا اول ماتش، مع ان احنا كنا عاملين جود جيم يعني، فعلا. الناس كلها احترمتنا حتى بعد الماتش ده، بس جينا الجيم بقى ده مع عند ربنا، والله احنا عرفنا ان الناس المصابه دي هتلعب الساعه 2 الظهر مثلا او 1 الظهر، ما كناش هم ما اتمرناش ولا تمرينه كانت ظروف كلها مع الكوتش كده، كنا عارف احنا بنحمس بعضنا يعني، لو خلاص هو خمسه قدام خمسه يعني، في الاول وفي الاخر هو خمس لعيبه وانت خمس لعيبه وتوفيق ربنا بقى. فحتى واحنا ناقصين، وكنا ناقصين امبارح حتى ناس كتير، حتى ما ايهاب وعمرو لعبوا وهم مش جاهزين، في خمسه مش موجودين برضه، فربنا كرم ان احنا تعبنا يعني الحمد لله على المكسب في الاخر الحمد لله. الحمد لله. الساحر ايهاب امين خلاص لقبوك بالساحر، انت كنت عندك كورونا وطبعا الف حمد لله على سلامتك، وكنت بقالك 10 ايام تقريبا ما بتتمرنش، وبعدين عرفت الساعه 2 ان انت خلاص هتلعب، كان رد فعلك ايه كده في الاول؟ الله يسلمك. يعني كان رد طبعا يعني كنت فرحان قوي ان انا هلعب طول الفتره، يمكن انا كان عندي اعراض في الاول قويه قوي، وكنت تعبان في الاول مثلا اسبوع، وبعدين بدات اتحسن، فاخر 3 4 5 ايام حوالي قعدت يعني مستني ان انا المسحه تطلع سلبيه عشان اقدر العب اقدر اتمرن حتى، وفضلت يمكن اول مسحه طلعت سلبيه، تاني مسحه طلعت ايجابيه، وبعدين تالت مسحه طلعت سلبيه تاني يوم الماتش الساعه 2، فلغايه تقريبا يوم الماتش ما كنتش عارف ان انا هلعب ولا لا، ورحت الاسماعيليه اليوم الماتش، ويعني كنت فرحان قوي ان انا هقدر حتى لو اشارك، كنت عارف ان انا هشارك فتره قليله. ما كنتش خايف ان انت بقالك فتره ما اتمرنتش، انه انت اول مره تلمس الكوره تقريبا في المباراه امبارح؟ لا طبعا كنت خايف، بس هو زي يعني مامودي قال احنا الفرقه يعني في ناس كتير قوي ناقصه، وفي ناس بتلعب وهي مصابه، فهي ظروف استثنائيه، فيمكن اي حد كان قادر يضيف اي حاجه للفرقه كان بيحاول، وكلنا عملنا اللي علينا يعني.
اكيد وشرفتونا طبعا يا كابتن. كابتن مودي، يعني السكور كنا بنتكلم انه قريب قوي 68 66، وبنتكلم انه برضو السنه اللي فاتت كان فرق نقطه، خسرتوا على فرق نقطه. ببقى دايما عايز اسال، هو بيبقى فيه ايه في بالكو او بتقولوا ايه لبعض في الفتره دي، اللي هو خلاص المباراه قربت تنتهي وفي تاخر في النتيجه، وممكن يكون بقى في حاله من الخوف او القلق، او يعني لا ده اسم النادي الاهلي واحنا عايزين نفوز، بيبقى ايه اللي بيدور في بالك وقتها في الوقت ده؟ طبعا العقليه بتاعه اللاعب بتفرق يا كابتن. طبعا ما انا عايز اقول حضرتك الحته دي، هي احنا السنه دي جبنا 2 لعيبه من الجزيره، عمر طارق وعمرو الجندي، وجبنا مهيب واحمد حمدي، ومودي الصغير ده كان في النادي الاهلي ورجع. يعني اللعيبه دي متعوده تاخد بطولات في الوقت اللي زي ده، بيفرق جامد قوي في الوقت الاخير ده، اللعيبه اصحاب الخبره بقى في الوقت ده بالظبط. هو عنده ثبات انفعالي بيقدر، عشان احنا السنه اللي فاتت ممكن يكون خسرنا في الوقت ده بسبب كده، يعني الاتحاد كان عندهم لعيبه خبرات اكتر من السنه اللي فاتت. احنا السنه دي بقى اتغلبنا عليهم في الحته دي، فحتى في الاخر هم اغلبيه الماتش كانوا كسبانين، يعني حتى لغايه اخر 4-5 دقايق هم كسبانين، بس قدرنا في الاخر بقى بصراحه بخبرات اللعيبه بتاعتنا وتوفيق ربنا طبعا، ان احنا قدرنا تعبنا واحنا والله قاعدين بره واحنا خسرانين، كنا حاسين جوانا ان احنا هنكسب فعلا. والله يعني عايز اعرف كنتوا بتقولوا ايه كده لبعض، يعني الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ انا عندي قناعه كده ان احنا كنا هنكسب، يعني بقى احنا كنا بنلعب والله بجد، حتى اللي بيلعبوا يعني ابراهيم الجمال بيلعب وعنده سبرين انكل رجله والما جدا، انا بلعب وانا عندي مزق ما ينفعش العب اصلا، مهيب عنده الضمه، غير بقى ان برنامج ايهاب وعمرو ما اتمرنوش، سيف سمير بيلعب لوحده الماتشين، وماتشين تقال قوي في مركزه ما هوش حد تاني، فالكوتش لاعب عيل ولد صغير اسمه عبد الله، يعني هو قد والله كان عنده 17 سنه. والاتحاد فول تيم، يعني الاتحاد مش ناقص لعيب واحد. يعني دي برده نقطه، السكواد بتاعهم كامل وقوي كامل. جدا بالظبط كده، فاحنا جوانا احساس ان احنا كنا هنكسب، فهو في الاخر حتى واحنا خسرانين والله اخر دقيقه كنت متاكد هنكسب. بس ده بيفرق جدا لما يبقى كابتن الفريق برده عنده الاحساس ده، هو بيحمس اللعيبه اللي حواليه، ده دورك برده. طبعا احنا كلنا بنتكلم على بعض في كده، ان احنا انا والله حتى الاجتماع اللي قبل الماتش واحنا مش نازلين غير هنكسب يعني هنكسب. احنا خلاص السنه اللي فاتت دي زعلتنا قوي، مع ان احنا كنا لسه بنبني فرقه، بس كنا زعلانين، كان نفسنا نكسب اول سنه، فتاني سنه دي طبعا بقى احنا واخدينها بقى لو لازم ان شاء الله ما فيهاش يعني، فالحمد لله دي بدايه عامه، هي دي لسه بدايه، يعني دي اول بطوله ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي بعديها على طول ان شاء الله. كان في هجمه للاتحاد وكابتن ايهاب امين قطعها وحط باسكت خلص المباراه تقريبا، كان وقتها كده احساسك ايه؟ هو كان احنا كنا خسرين فرق بوينت الوقت ده، كان فرق تقريبا دقيقه ونص، واحنا يعني الهجمه دي كابتن اشرف كان قال لنا ان احنا هنضغط من اول الملعب وهنعمل ترابات، فانا شفته هو بيطلع الاوتسايد، شفت ان المحترف ما قربش للكوره قوي، فحاولت اقطعها ويعني توفقت فيها ولحقتها ولفيت حطيت باسكت، اخذنا الليد وسيف سمير حط الباسكت اللي بعديه وكسبنا. وكابتن اشرف كانت ايه تعليماته ما بين الاشواط ليكم؟ لا هو كابتن اشرف طبعا مدرب كبير طبعا جدا، فمعانا انا عن نفسي مسكني قبل كده زمان، بس ممكن يكون الجيل الجديد بقى لسه اول مره يتعاملوا معاه السنه دي او السنه اللي فاتت. هو كابتن اشرف يعني هو برده كان عنده جواه ثقه قبل الماتش، انا بتكلم معاه كان بيقول لي احنا ان شاء الله هنكسب، يعني هو حتى هو نفسه كان بالرغم من الغيابات والاصابات والظروف دي والمباراه الاولى ومدى صعوبتها، يعني دي حاجه حلوه جدا، لان الروح دي اكيد فرقت معاكم في وقت الماتش. عندك ثقه ان انت هتكسب، دي بتفرق معاك جدا، يعني هو الكوتش حتى كان ناقل للعيبه ان احنا احسن، ان احنا حتى واحنا ناقصين ومش كاملين الروح هتعوض كل حاجه، ان احنا تعبنا اكتر، ان احنا ربنا هيكرمنا، عشان احنا حتى لو في ظروف معينه اتحطينا فيها وحسينا احنا اتظلمنا شويه فيها، لا ربنا هيوفقنا. يعني حتى يا ابو عمرو لما جم احنا حتى في الاجتماع حتى قبل الماتش قلنا يا جماعه يا ابو عمرو مش جايين يلعبوا يشيلوا، هم هيجوا يساعدوا باللي يقدروا عليهم، الناس ما اتمرنتش بقالهم 10 12 يوم ما فيش خالص. فحتى احنا كان كلامنا معاهم كده وقلنا يا ابو عمرو يحاول على قد ما يقدروا يساعدوا، واحنا في كل واحد يعني لو يساعد بدقيقتين ثلاثه ربنا يكرم. فهو حتى الكوتش كان تعليماته كلها كده، يعني الكوتش اللي هو نلعب كلنا على قلب راجل واحد وان ربنا يكرم. يعني اتحملت على نفسك قوي يا كابتن مودي بعد الاصابه، يعني انت راجع من اصابه برده ومع ذلك لعبت، يعني دي روح مختلفه برده. لا عادي، ما انا الاصابه دي جت لي من ماتش الزمالك الثاني معايا بقى لها فتره كبيره، انا كان ممكن ما العبش، بس هي المشكله لما حصل الكورونا انا الطبيعي كنت اتعالج، يعني عشان المزق ده حاجه كبيره. بس حصل بقى ان ايهاب مش موجود، عمري مش موجود، بعد كده مودي مش موجود، وجمال مش مصاب ومهم مصاب، فلو كل واحد قعد فاحنا خلاص انا هنضطر نلعب وكل واحد يساعد بقى التاني ان شاء الله نكسب. وكمان الحمد لله احنا كسبنا، يعني حتى انت الاصابه دي جات لك ما فيش مشكله، بس كسبت. لا قدر الله لو حصل حاجه خساره بقى وانت مصاب، دي كانت هتوجعك جامد. يعني شفت ردود الافعال على السوشيال ميديا على الكوره بتاعتك قبل الاخيره دي؟ شفت ازاي الناس كانت متفاعله قوي معاها؟
شفت يمكن من امبارح لغايه النهارده موبايلي تقريبا يعني ما بطلش رن ونوتيفيكيشنز. اعتقد برضو الناس يعني طبعا الكوره كانت مهمه جدا، بس اعتقد في يعني الكوره اللي بعديها برضو سيف سمير يمكن اعتقد بنفس الاهميه، وهي دي اللي ادتنا الليد. وبرضو معانا اهي كابتن، كمل هتيجي دلوقتي. يمكن دي بعد دي بعد دي بعد دي على طول. دي كان فاضل دقيقه ونص برضو، دي اعتقد كنا خسرين فرق 3. في تايم اوت بقى كده تعملها بالظبط. ويمكن احنا برضو يعني اعتقد ان احنا نفذنا التعليمات اكتر في اخر الماتش. يمكن في اول هاف تايم ما كناش كنا 40 شويه، ما كناش دخلنا في الماتش، عملنا غلطات كتيره، عملنا تيرن اوفرز كتيره، صلحنا الكلام ده الشوط الثالث والرابع. ويمكن بان في السكور، كنا خسرين فرق 12 اعتقد او وصل 14 كمان، واخدنا الليد في اخر دقيقه ونص. شفتوا ازاي ردود افعال الجماهير يا كابتن مودي؟ يعني دايما ممكن كتير من الالعاب الرياضيه الاخرى تقول لك الكره واخده كل الاهتمام، وبطبيعه الحال كره القدم يمكن اللعبه الشعبيه الاولى في العالم كله، ولكن فعلا امبارح جماهير النادي الاهلي كانوا مهتمين جدا بالمباراه وكانوا مبسوطين قوي، متفاعلين ويلا ويا رجاله وخلصوا، والناس هنا وهم بيتفرجوا على المباراه في القناه الحقيقه لحد اخر دقيقه في حته الامل بتاع لا النادي الاهلي هيخلصها برده حتى لو السكور متاخرين فيه. لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا من زمان وانا في الميني باسكت في النادي، الباسكت بالنسبه للجمهور الاهلي بعيد عن كره القدم طبعا حاجه مهمه جدا بالنسبه له، شعبيه كبيره جداً. فعلا يعني بطوله الباسكت دي بعد بطوله الكره على طول بالنسبه للجمهور النادي الاهلي. فانا واحنا بيبقى عندنا ضغوطات قبل الماتشات ان الجمهور، عايز اقول لك والله يعني انا في واحد بعت لي فيديو ليه وهو بيعيط يعني بعد الماتش من الجمهور بيعيط، واحد من الجمهور واحد حبيبي يعني من الجمهور بيعيط بعد المكسب. فالناس بطوله الباسكت دي بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا، واحنا على فكره احنا والله العظيم الفرقه كلها بتلعب عشان الجمهور. ايوه ولا حد بيبقى فارق معاه مثلا حاجه شخصيه لنفسه ولا حته بقى حاجه ماديه ولا والله خالص. كان باين يا كابتن والله احنا كلنا حتى بنقول لبعض كده يا جماعه احنا الجمهور ده لازم نفرحه، الناس دي لازم تفرح، عشان انا عارف ان المكسب البطوله دي حضرتك شفت امبارح الناس كلها فرحانه جدا جدا فرحة جدا يعني كلنا كنا مبسوطين قوي. وحتى وانا بتابع ردود الافعال على السوشيال ميديا بقول لك شايفه فرحه كبيره وعمالين ودول ابطالنا واسم بيمدحوا. ولو قدر الله خسرنا انا كنت متاكد ان هم هيحترمونا برضه عشان الظروف اللي احنا اتحطينا فيها. لا ظروف صعبه قوي صعبه. انا بقول لك انا والله يعني انا كسبت بطولات مع النادي كتير، دي اصعب بطوله يعني مرت علينا في حياتنا في الاجواء اللي فيها واللعيبه اللي تيجي تلعب قبل احنا على فكره احنا نفسنا ماتش الاتحاد الاولاني عرفنا ان احنا نلعب الساعه 6. موضوع الكورونا ده ده عنده لا ده مش عنده ده عنده، قعدنا كده لغايه الساعه 6 ما نعرفش لقطه ايهاب اهي اهو اللي خبطت خبط في الكاميرا بقى ده. كابتن ايهاب كنت بتكلمني واحنا قبل الهوا على الصعوبات اللي انتوا مريتوا بيها، وكنت بتقولي كانت الدنيا صعبه قوي، في حاجه في الكواليس احنا ما كناش شايفينها اكتر؟ يعني احنا عارفين ان في غيابات وفي كورونا وفي غيابات لاصابات تانية غير الكورونا، قد ايه كانت مصعبه الدنيا عليكم؟ وبمناسبه طبعا الكلام على الجماهير يا كابتن مودي ان هم قدروا فعلا بعد المباراه الاولى، يعني حتى قعدوا يقولوا الفريق عمل مباراه مهمه، وطبعا ايه في غيابات اكيد اثرت عليهم. كان في حاجات تانية في الكواليس احنا مش شايفينها؟ طبعا ما انا بقول لحضرتك احنا قاعدين في الاوتيل احنا كل شويه بخبر جديد، يعني احنا جالنا اول خبر ان في 4 عندهم كورونا. بعد كده شويه بعديها بساعه ونص لا الاربعه دول في منهم 2 ما عندهمش وفي 5 تانيين عندهم. وقالوا ان انت عندك وبعدين رجعوا قالوا ما عندكش. انا عندي اتعزلت 10 دقايق ولا ربع ساعه كده في الاوضه ان انت عندك. ايه الرعب ده؟ والله ايه الرعب ده؟ والماتش الساعه 8 لغايه الساعه 6 احنا ما نعرفش مين هيلعب، ما نعرفش مين هيلعب، مين هينزل مصر، مين هيقعد، مين هيروح. احنا كل ده قاعدين في توتر مش عارفين، يعني كان فاكرين بقى الماتش هيتاجل بقى كده خلاص. بعد كده استقروا في الاخر على يعني مودي وعمر طارق والناس من الجهاز الفني والاداري يعني. رجع نزلوا مصر بقى احنا هنلعب. طب عمرو وايهاب، عمرو وايهاب محدش يعرف على فكره ان هم هيلعبوا غير انا وكابتن اشرف وكابتن سيد واحمد وابراهيم الجمال، ما كناش شايلين اللعيبه خالص يعني عشان نعرف المسحه نيجاتيف ولا لا، عشان الناس كانت بتتابع عايزه تعرف هيلعبوا ولا لا. فاحنا عرفنا يوميها الساعه 1 الظهر احنا يعني اتصرفنا قلنا لازم يعملوا مسحه دلوقتي، واحنا نصيبنا بقى لو ربنا كتب لنا خير ان هم يجوا هيجوا. فاحنا صحينا الصبح على الخبر ده ان ايهاب وعمرو هيبقوا موجودين معانا هيلعبوا الماتش، فدي طبعا حتى لو هم مش فنيا جاهزين 100% ادي الدفع حتى للعيبه دي حافز طبعا دي بقى الاجواء اللي كانت احنا عايشين فيها اصلا. مين بقى في جو الاجواء دي اللي كان ممكن يكون بيفك الدنيا شويه كده ويضحك؟ واكيد بيبقى في حد في الفريق كده بيفك الدنيا في وسط القلق ده كله. مفيش لا لا في عمرو الجندي اكيد. بالظبط عمرو الجندي اعتقد هو اكتر واحد يعني في الفرقه
بيهزر، ويعني هو جد طبعا لما نبقى في التمرين وفي الملعب، بس بره الملعب يعني هو اللي بيخف علينا الوقت وبيهزر وكده. واحد من نجوم الماتش الحقيقه، وعنده روح حلوه، وشفناه وهو بيبكي طبعا بعد المباراه. والروح الحقيقه الكبيره اللي بينكم دي اكيد فرقت جدا في المباراه. وكمان يا كابتن مودي زي ما قلت، اللعيبه اللي بيبقى عندها خبرات برده هي اللي بتقدر طبعاً في وقت زي ده كله قلق وكله اصابات ومشاكل، هي اللي تقدر تهدي اللعيبه الثانيه وتحفزهم انه لازم نفوز بالمباراه دي. فدي حقيقة. أنا حتى عمرو جندي بالنسبة يعني، أنا حتى امبارح بعد ما كسبنا، هو كسب في نادي الجزيرة كذا بطولة يعني، فأنا قلت له دي البطولة دي أكنك ما كسبتش حاجة في حياتك مع الجزيرة، إن هو بعد ما تكسب بطولة مع النادي الأهلي هتفهم بقى أنت البطولة معناها إيه والجماهيرية إيه أنا عارفة إن هو أهلاوي جدا. أهلاوي كرة جدا. لا يعني، ده إحنا هنتكلم بقى عن الموضوع ده بالتفصيل، يعني إنه يكسب بطولة مع النادي الأهلي معناها إيه. هنروح لفاصل ونرجع طبعا نكمل مع نجومنا أبطال السلة اللي شرفونا. أرقص يا أليكس، أرقص يا أليكس. Say something to the fans. فوز عليه، let's go. أيوة سيفو، أيوة وجرحي، لسه ثلاثة، لسه برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورنا ابطالنا اللي شرفونا طبعا كابتن مودي الجرحي وكابتن ايهاب امين. ايه رايك بس في الفيديو ده كده؟ عامل حاله انت. لا والله كانت فرحه كبيره طبعا بصراحه، احنا كنا فرحانين قوي، فهي الحاجات دي بتيجي كده بصراحه. مكسوف. وتحس ان اليكس مصري قوي. دي حقيقه صح؟ والله ده امبارح بيعيط بعد الماتش، يعني اول مره اشوف محترف، انا لقيت محترفين كتير بعد الماتش عمال يعيط، يعني عمال هو بيحضني وبيعيط بيقول لك انا بحبكم جدا وبحب النادي جدا، ف مش اي حد يطلع الحاجات دي يعني صراحه. يمكن اليكس كمان قاعد معانا بقاله يعني دي تاني سنه. عاده المحترفين بتقعد سنه وبيجددوا مع المحترفين تانيين، اليكس ده تاني سنه معانا، فيمكن هو اخذ علينا كلنا. هو كمان جاري، فاحنا تقريبا يعني عايشين مع بعض، بنقضي وقت كتير مع بعض، وعارفه انه بيتفرج على كوره كتير وبيشجع برده ريال مدريد. ريال مدريد. وانت بتشجع ريال مدريد؟ لا انا بشجع برشلونه. وانا بشجع برشلونه. انا ريال مدريد. ريال مدريد مع اليكس بقى. بالظبط كده. طيب انت كنت بتقول لي قبل الفاصل انه كنت بتقول انه النادي الاهلي البطوله معاه غير اي بطوله في مكان تاني، اشرح لي بقى شويه. طبعا يعني هو عمرو الجندي ما كان بيلعب في الجزيره، طبعا نادي الجزيره نادي كبير وتاريخ كبير في الباسكت. بس هو في الاخر نادي اجتماعي، يعني انت لما تكسب اللي هيحس بيه مين؟ انت، اسرتك، الناس، مفيش جماهيريه يعني. انت النادي الاهلي بقى بطوله وكمان دوري مرتبط، غير يعني غير دوري السوبر، ممكن يكون بطوله اقل من دوري السوبر، بس هي بطوله اقل. بس عمرو امبارح مثلا شاف قد ايه بقى الناس بتحبه، قد ايه الناس بتبعت له، قد ايه الناس يعني، هو حس امبارح ان هو فعلا، انا مش قصدي حاجه والله، يعني لو لعيب بقى باسكت في النادي الاهلي الجماهيريه دي حاجه، احساس تاني خالص يعني. حتى ايهاب برده كان بيلعب في سبورتنج وكسب معاهم بطولات، بس هو امبارح اكيد لما كسب امبارح اكيد جواه احساس مختلف خالص عن اي بطوله حتى كسبها في سبورتنج. انا دي وجهه نظري عامه اكيد. لا وانا معاك في وجهه نظرك طبعا. كابتن ايهاب ممكن تقولوا الو كده؟ الو يا بوب يا مودي. عمر طارق. كابتن عمر طارق طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي، غاب عن المباراه بسبب كورونا طبعا، يعني عايزه تقول لي كده احساسك وانت بتتفرج على المباراه. يعني طبعا اولا مبروك يعني للنادي الاهلي، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لنا كلنا يعني الحمد لله على البطوله. وطبعا يعني احساس صعب جدا 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 يعني ان انا بقى قاعد، اكيد هم يعني يقدروا يقولوا لك برضه ان انا بقى قاعد بتفرج من البيت ومش قادر ان انا اشارك، يعني احساس طبعا صعب جدا. وكنت قاعد يعني عمال اصرخ وعمال اتنطط وعمال اعمل من كتر الشده بتاعت الماتش يعني، لدرجه ان انا تعبت اصلا بعد الماتش يعني، وقعدت اكح جامد جدا مطرح الزعيق وكده. الف سلامه عليك.
الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله على البطولة دي أهم حاجة. بصراحة كده كان عندك أي شك ولو للحظات بعد ما السكور كده كان النادي الأهلي متأخر وشفت قد إيه إحنا كسبنا النتيجة متقاربة يعني 68-66، كان عندك شك كده اللحظات إنه ممكن الماتش لا قدر الله ما يبقاش لينا؟ لا أنا والله ما عنديش شك من الماتش الأولاني حتى يعني حتى بعد الماتش الأولاني يعني أنا عايز يعني الأول طبعا الماتش الاولاني والتحيه على الاداء اللعيبه لعبت في الماتش الاولاني بالظروف، لان انا كنت حاضر يعني انا ماشي من الاوتيل الساعه 5:30 يوم الماتش ده لما عرفت ان انا المسحه بتاعتي طلعت ايجابيه، وكنت شايف الوضع عامل ازاي في الاوتيل قبل الماتش والتوتر اللي كان موجود والحاله اللي كانت موجوده مش اجواء ماتش خالص يعني، ولا اجواء بطوله ولا اجواء ماتش نهائي خالص يعني. ومع ذلك يعني نزلوا لعبوا رجاله جدا وعملوا اللي عليهم، والاحترام اللي هم لقوه بعد الماتش من الجمهور وعلى السوشيال ميديا وعلى التلفزيون ومن كل الناس يعني التقدير للمجهود اللي هم عملوه. انا كنت متاكد ان في الماتش الثاني ان احنا هنكسب يعني ان شاء الله، وكنت متاكد ان البطوله دي مش هتروح مننا يعني بعد كل اللي انا شفته ده يعني. كان على تواصل دايم معاكوا كابتن عمر؟ اه طبعا، احنا امبارح كلمناه بقى يعني بعد ما كسبنا كلمناه فيس تايم وجبناه معانا واحنا يعني بنستلم الميداليات والكاس وكده، كان معانا. ايه عن كابتن عمر احنا مش عارفينه كده في الكواليس غير اللي بنشوفه في الملعب؟ لا على فكره هو عمر اهلاوي جدا زي عمرو كده بالظبط. ده العكس على فكره، احنا لما جينا نجيب احنا كنا عمر طارق يعني كلمنا عمر الاول قبل عمرو، وهو كان طول عمره حتى بقى له سنتين ثلاثه هو عايز يلعب في النادي الاهلي، وبالمناسبه اصلا هو عمه يبقى كابتن هشام سعيد كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي. فهو برده اهلاوي جدا برده، بس هو هادي بعكس عمرو، هو هادي جدا يعني. عمرو بقى بيقعد يهزر كتير بس عمر طارق هادي خالص. كابتن عمر بشكرك جدا انك كنت معانا، وطبعا بتمنى لك الشفاء بفيروس كورونا طبعا، انك يعني ان شاء الله المسحه اللي جايه تكون سلبيه باذن الله، وتبقى الفتره اللي جايه بقى كلها بطولات. قولي عايز تقول حاجه لكابتن مودي او كابتن ايهاب؟ لا والله يعني الف مبروك، ومبروك على الاداء الرجولي ده والروح اللي كانت موجوده في الملعب يعني احلى حاجه والله، وباينه جدا في التلفزيون وباينه جدا قدام كل الناس، وده اللي احنا كنا يعني عايزين يعني عايزين الفرقه دي تبقى كده من اول ما ابتدينا مع بعض السنه دي، ان الروح دي تظهر في الملعب، وروح النادي الاهلي دي وروح الفانيله الحمراء دي تبان في الفرقه بتاعتنا، والحمد لله ظهرت يعني وابتدت ان شاء الله مش اول بطوله يعني واول خطوه، وان شاء الله لسه بطولات جايه كتير لينا ان شاء الله. مبروك عليك اول بطوله مع الاهلي، وباذن الله تقوم بالسلامه وتنورنا قريب في قناه الاهلي، وبشكرك جدا طبعا انك كنت معانا. كابتن مودي عايزك تقول الو تاني. الو الو الو، مساء الخير طارق. مساء النور يا تيتا. مساء الخير على الرجاله. كابتن طارق الغنام واحد من اساطير كره السله المصريه، برحب بيك يا فندم. اهلا بيك، ربنا يخليك، اهلا وسهلا، منورين الدنيا ومنورين الاستوديو. مبروك عليك طبعا اول بطوله كاداري بقى. الحمد لله رب العالمين، فضل من عند ربنا طبعا. قول لي كلمني كده، شفت البطوله ازاي والصعوبات دي، وازاي قدرتوا تتغلبوا على الغيابات دي كلها والصعوبات دي اللي قابلتكم؟ بصي انا البطوله دي يعني فعلا يمكن من الظروف اللي ما مرناش بيها قبل كده يعني حاجه جديده علينا صراحه، غيابات بالجمله واجواء غريبه واحداث اغرب ومساحات وسلبي لا ايجابي، ايجابي لا سلبي، وفعلا يعني ضغط غير طبيعي، ومش عايز اقول قهر فعلا. انا يعني من الـ مش عارف اعبر لك عنها، لكن صراحه هم رجاله، وفعلا يعني انا بعتبرهم مش هقول لك اخواتي الصغيرين، ولادي، وربنا اللي يعلم يعني مدى الحب اللي بيني وبينهم، وهم كانوا قد المسؤوليه، وان شاء الله حتى لو في ظروف اوحش من كده احنا دايما موجودين، وهم دايما قدها باذن الله رب العالمين. انا معايا اتنين من نجوم الفرقه طبعا يا كابتن طارق، يعني احنا بنتكلم على رجاله فعلا كانوا قد الماتش وقد الظروف، ولما بقول ده بقول انه معايا كابتن مودي راجع من اصابه، كابتن ايهاب اللي راجع من اصابه فيروس كورونا وقعد 10 ايام ما بيتدربش، وشفناه امبارح ازاي كان متالق في المباراه، يعني قد ايه اثبتوا ان هم فعلا رجاله النادي الاهلي. والله يعني عارفه زي ما قال كابتن مودي، انت عارفه احنا يمكن ما اتمرنوش 4-5 تمارين الفرقه كلها، انت عارفه الفرقه فيها 4-5 جداد على 2-3 السنه اللي فاتت بدون ذكر اسماء كلهم كباتن طبعا، فيمكن حتى احنا لسه من لو قلت لك كميه الماتشات او كميه المعسكرات او كميه اللقاءات الوداد حتى يمكن
التمارين يمكن ما كملناش اصلا. ففي عز الظروف دي مع الكورونا مع الضغط طبعا احنا جمهورنا عايزين نرضيه باي طريقه، وهم الصراحه انا كنت دايما بطلب منهم الدعم وان هم دايما ما يقفوا ورانا، وده فعلا اللي انا بلاقيه منهم وانا بشكرهم وبشكر لعيبتي جدا جدا واولهم كابتن الفريق مودي الجرحي طبعا لان هو ليه دور كبير، ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، كل اللي موجود وكل اللي ما كانش موجود، والجهاز والمدير الفني والاداريين صراحه يعني المنظومه ودكاتره صراحه المنظومه السنه دي والسنه اللي فاتت شغالين صح وشغالين بمجهود ومش عايز انسى حد منهم، ربنا يقدرهم وعندهم لسه يمكن دي البدايه زي ما مذكر خالد. كابتن طارق يعني عايز اقول لك برضه جمهور الاهلي طماع واحنا داخلين كده على سنه جديده، بقى قول لي كده الاهداف اللي جايه. لا ان شاء الله باذن الله دي بدايه ان شاء الله رب العالمين. لسه عندنا 3 بطولات، مش عارف لسه في كلام على بطوله السوبر انها ممكن تتاجل، مش عارف خبر كده فوجئنا بيه واحنا نايمين في البيت، ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، ولسه في دوري وكاس وان شاء الله باذن الله نكمل. انا لسه كنت بتكلم مع المدير الفني كابتن اشرف وبقول له كوتش يعني يعني تشوف الفرقه دي كامله وواقفه على رجلها وبتلعب فاينل بقى زي ما انا زي ما كلنا زي ما احنا بنلعب الفرقه كامله، دايما حظنا دايما بتيجي علينا، عندنا اصابات، جمال عنده سبرين جامد رجله ورمه، مودي عنده مزق، مهيب عنده مزق، عمر طارق وكورونا، ايهاب كورونا ولسه جاي، يعني مودي صغير، الموضوع غريب وفعلا جديد، الناس كلها قاعده مش عارفه ازاي وهنلعب بس روح. وكل اللي انا بقوله الناس دي اصرت طبعا، بكلموا السلاعاوي طبعا يعني ربنا رجعونا بالسلامه. كل اللي احنا شفناه جديد ده بيبين المعدن بقى، النهارده بانوا او امبارح بانوا وبانوا ان هم ادوا وجود، ويمكن من الماتش الاولاني يمكن مش عايز اقول ان هو يعني كنا احق اكتر من حتى من الماتش الثاني، لان احنا كنا الفرقه كانت يمكن كل واحد لعب 40 دقيقه، سيف سمير ربنا يكون في عونه الماتش كله وحاتم الماتش كله، حتى التغييرات بتبقى يعني هم لسه لعيبه مش خبره بس لعيبه رجاله، عمرو زهران وعبد الله ناصر هم رجاله وهيبقوا قدها، بس طبعا في الاول حتى ما طلبنا لعيبه من القاهره قلنا وقلنا على حسابهم جري وما تاخروش، مالك ياسر وصراحه يعني كل الناس كانت متكاتفه واي حد عنده استعداد، وليد الخراط الاداري راح ونزل راح لف عشان يجيب الكارنيه بتاعه يعني صراحه، واللي راح القاهره عشان يجيب المساحات الاصليه، يعني صراحه منظومه فعلا كلها قلب رجل واحد، وفعلا الحمد لله يعني بشكر ربنا جدا 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 على المكافأة فعلا دي، الواحد فعلا حاسس ان هو يمكن خد اكبر بطولة في حياته، رغم ان انا بقول ان هي من اقل بطولات يمكن في 3 بطولات، بس فعلا 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 دي تعتبر من اعظم البطولات اللي الواحد حصل عليها، وانا بشكرهم جدا وبقول لهم يا جماعه دايما بالتوفيق ومشرفينا دايما كده في اي حته يا رب يا رب. واحنا بنشكركم يا كابتن طارق، الصراحه انتوا اجتهدتوا وتستاهلوا ده، والحمد لله ان انتوا اديتونا الهديه الكبيره دي، انا بتكلم على جماهير النادي الاهلي طبعا. انتوا اسعدتوا الجماهير يعني سعاده ما فيش بعدها بجد، شكرا جدا لحضرتك وباذن الله بنتمنى لكم التوفيق في كل اللي جاي، ونشوف فعلا الفريق بقى وهو واقف على رجله كامل من غير اي اصابات او غيابات باذن الله كلهم يرجعوا بالسلامه يا رب. الجميله اللي بنهدي لها الفوز ده طبعا، وحامد في حامد عامل العامل بتاعنا عامل الغرف ده فعلا اخونا الصغير احنا بنهدي له الفوز، كلمني امبارح هو بيعيط في التليفون خلاني اعيط معاه وبقول له الف سلامه ترجعنا بالسلامه، هو برده عنده برده فيروس كورونا ان شاء الله باذن الله يبقى كويس، فبرده انا بهدي له الفوز ده وبقول له الف 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 مبروك يا حامد تستاهل كل خير. ربنا يشفي الجميع يا رب، وشكرا جدا لحضرتك يا كابتن طارق ولمزيد ان شاء الله من الانجازات. روح جميله قوي يا كابتن مودي يا كابتن ايهاب الصراحه بينكم، وكنتوا حتى بتقولوا لي قبل ما كابتن طارق يقول انه في ناس كتير قوي تعبت معاكم الفتره دي، دكاتره وعمال وكله يعني. في ناس كتير طبعا يعني انا الدكاتره صراحه مش عايز انساهم، دكتور هيثم برضو كان بيسهر لغايه الساعه 4 5 الفجر جلسات للفرقه كلها، دكتور احمد عادل، محمد عيسى، حامد زي ما طارق قال، حامد والله انا امبارح كلمته حتى واحنا راجعين في العربيه انا وايهاب واحمد عمال يعيط، يعني هو عيني كان عايز يبقى موجود معانا، تعب معانا جدا من اول السنه يعني مش اليومين دول، حامد كان نفسه يبقى موجود معانا، ده طبعا احنا بنهديه الفوز، غير اللعيبه طبعا اللي ما كانتش معانا، وفي برضو دكتور اكرم كان دكتور في الناشئين عندنا وبرده هو ساعدنا في موضوع المساحات ده، هو اللي عمرو وايهاب هو برده لازم نديله برده حقه صراحه، فالحمد لله يعني الناس دي طبعا لازم يتقال اسمها عشان الناس دي بتتعب بيبقوا جنود كده ورا الكاميرا يعني طبعا، الناس دي تبقى موجوده زي وليد الخراط الناس كلها بصراحه الناس كلها تعبت، عشان كده ربنا الحمد لله كرمنا يعني. بمناسبه الروح دي بقى في فيديو كده الكابتن اشرف توفيق هنتفرج عليه دلوقتي ونوري الناس ونرجع نعلق عليه، بيبين قد ايه الروح بينكم كانت قويه جدا، نشوف الفيديو نرجع مره ثانيه.
ازاي خلاص قفل. حاجه تانية، كل واحد دلوقتي مسؤول عن منه ما يخشش الا بالدم، بالدم اللي يخش منك. انا مش انا اخشش منك. الواد اللي هنزل ده دلوقتي ميمو مودي ده ميدو ما يخشش منك. انا بكلم بقى انا بقى ديناي كل ما في انت شايف ايهاب امين ضاغط او كنترول مخلي الراجل زي ما انت عملت في ديناي عشان احنا كده عشان كده كلنا اللي مخشش الكوره. برحب بحضراتكم مرة تانية. محدش يعدي، محدش يعدي، سامعين اللي بيتقال في الفيديو. ما فيش وقت خلاص. اللي يعدي بالدم. ايوه ما فيش وقت، كانت هجمة مهمة جدا يعني خلاص بقى الهجمة دي نعملها ديفنس كويس خلاص هنكسب. هو كوتش كان لازم، هو كان طبعا هو برده كابتن اشرف متعطش البطولات زينا يعني، هو معاه تراك كتير جدا بس عايز مع الجيل ده، هو حاسس ان احنا تعبنا. فهو حتى كانت الهجمه دي مهمه جدا. انا بيقول كده اللي عدي بالدم، هو مش قصده حاجه يعني، هو ما حدش عدي يعني عشان الناس ما تفهمش غلط، بس الناس بتتعامل هو يعني ما حدش يخش. احنا حتى اخر اربع خمس دقايق احنا عملنا تنس كويس قوي يعني الحمد لله يعني. التحفيز ده بيفرق معاكم قوي من كابتن طبعا اشرف وهو كده على الخط كده واقف وعمال يقول لكم محدش يعدي، وكانت تقريبا دي الهجمه اللي حسمت المباراه. اه طبعا، هو يعني كان زي ما مودي بيقول تقريبا كان فاضل دقيقه ونص لما كابتن اشرف طلب التايم اوت ده. ويمكن برضو اعتقد كابتن اشرف ما بين الشوطين برضو يعني هو بخنا شويه جامد. ايوه عايز اعرف ايه اللي اتقال بقى. يعني مش هينفع يتقال بس اقول هو بخنا جامد وكنا نستاهل بصراحه. يمكن الفرق كان وصل 10 اعتقد في الهاف تايم. زي ما قلت لك قبل كده احنا ما كناش يعني ادينا كويس قوي في اول 20 دقيقه وكنا عارفين الغلطات اللي احنا عاملينها، فحاولنا ان احنا نصلحها الشوط الثالث والرابع. طبعا كابتن اشرف برضو يعني طريقته بتفرق معانا جدا. اه ايه نوع يعني ازاي بلاش اللي اتقال بالظبط، بس بيبقى الكلام ازاي؟ انتوا المفروض تبقوا قدها، انتوا رجاله يلا، ولا بطريقه ثانيه؟ لا بالظبط يعني، يعني حسب برضو الماتش والوقت والتوقيت واللعيب. في لعيبه يعني الشخيط او الزعيق او التحفيز بصوت عالي بيجيب معاها نتيجه، في لعيبه ما بتعرفش تركز او تبقى مضغوطه فبتحب طريقه تانية. هو عارف يتعامل نفسيا مع كل لاعب على حسب شخصيته. بالظبط طبعا كابتن اشرف يعني خبره كبيره قوي، فهو بيعرف يتعامل مع كل اللعيبه وبيطلع احسن ما عند كل لعيب في الماتشات الكبيره اللي زي دي. كابتن ايهاب انت لما جيت من امريكا كان قدامك كذا عرض، احكي لي كده كان ايه العروض اللي قدامك واخترت النادي الاهلي ليه؟ وكان قدامي نادي الزمالك ونادي الاتحاد والاهلي يمكن اخر نادي كلمني. وكان في فلوس معروضه اكتر عليك. بالظبط. ده انا عارفاه، احكي لي بقى. يعني كان في طبعا حاجات كتيره قوي ان انا اخترت النادي الاهلي. يمكن من اهمها طبعا الجهاز الفني، اللعيبه. اللعيبه كان ليها دور مهم قوي بالنسبه لي ان انا اروح فريق جديد. وانا لسه صغير برده، كنت وقتها 24 سنه فيعني لسه مش هبقى كبير في الفريق. فان اللعيبه كابتن في الفريق مودي وجمال ووقتها برده كان رامي جنيدي واللعيبه الكبيره في الفريق تكلمني كتير وتبقى يعني عايزين اجي، دي كانت حاجه مهمه قوي بالنسبه لي ودي يعني اللي حفزتني. وطبعا برده الجهاز الفني زي ما قلت لي، قلت لحضرتك كابتن اشرف وكابتن جرحي وكابتن طارق. وكابتن طارق وقتها برده يعني لما اسطوره النادي الاهلي في الباسكت تكلمك، دي حاجه كبيره جدا. وبرده يعني الاداره يعني برده كانت بروفيشنال جدا في التعامل معايا. كان فرق برده عن النوادي الثانيه اعتقد في الحته دي، سهلت الموضوع عليا جدا ان انا اخد القرار. وتقريبا كابتن مودي ساب لك رقم 4 عشان انت بتحبه، احكوا لي القصه دي بقى. انت كلمته وقلت له ان انت هتسيب له رقم 4؟ لا هو انا قبل ما اكلمه احمد الجرح، احمد اخويا يعني المدرب العام في الفرقه، كلمني هو كلمني الاول قال لي بيقول لك ايهاب يعني بيستاذنك لو ينفع تسيب له رقم 4 فانا اصلا كان طول عمري بلعب في الناشئين برقم 10 بس بس كان كابتن طارق يغنمه اللي كان بيلعب بيها. فطبعا هو بطل السنه اللي فاتت فكانت فاضيه. فما ايهاب يعني عايز ياخد 4 احمد قال لي ما تخليك جد، قلت له يا عم لا مفيش مشكله خلاص يعني انا عايز 10 اصلا مش الموضوع عادي يعني خلاص هو عايز ياخد 4 ونفسيا بيتفائل بيها وبيلعب بيها طول عمره. مش مشكله اي حد ياخد اي ارقام بس يعني نكسب نكسب مش مهم 4. حتى رحت مكلمه انا قلت له طب هات انا هات النمر ايهاب ابعتها لي، فكلمته قلت له خد 4 مفيش مشاكل يعني المهم ان هو كان يجي وياخد 4 يعني احنا عادي. اشمعنى رقم 4؟ انا يمكن بلعب برقم 4 من وانا عندي 6 سنين. كنت بتفائل بالرقم ده وانا صغير، هو كان رقم اخويا الكبير برده كان بيلعب بيه فاخدته من بعديه. وكنت برده عايز اضيف يعني في الفتره الاولانيه زي ما مودي بيقول ان هو لما مودي كلمني وكده ما كنتش اعرف اي حد في نادي الاهلي تقريبا غير الجمال ورامي عشان المنتخب. بس ما
كنتش برجع حتى الفتره يعني قعدت 3 سنين ما رجعش مصر تقريبا وما بلعبش المنتخب فما كانش عندي تواصل يعني ما كنتش اعرف مودي شخصيا ما كنتش اعرف اللعيبه فديت حاجه ان هي يعني اكيد المكالمه دي فرقت معاك حسيت ان كل المكالمات مكالمات كابتن اشرف مكالمات احمد كابتن احمد الجرحي مكالمات مودي الجمال زي ما قلت كابتن طارق كل المكالمات دي وطبعا بالاضافه وقتها يعني كابتن عادل كي برده تدخل واعتقد هي برده كانت دافع كبير يعني انا عارفه انه كابتن محمود الخطيب انت كنت عايز تقول انا عايز حاجه اقولها بس للجمهور النادي الاهلي هم طبعا على طول بيطالبوا بصفقات ولاعيبه احسن فطبعا اكيد احنا عايزين اي لعيب كويس يجي النادي الاهلي بس احنا الفرقه الموجوده دلوقتي الحمد لله احنا مش محتاجين اي لعيبه يعني احنا الحمد لله السكواد الموجود دلوقتي حالا بالناشئين اللي موجوده في النادي الاهلي في لعيبه في امريكا حتى في النادي الاهلي هترجع انا عارف ان هم بيبقوا عايزين لعيبه معينه لا النادي الاهلي لازم اللعيب اللي يجي شخصيه معينه وفي لعيبه معينه ليها ادوار هم ممكن يكون الناس مش شايفاها لا اللعيبه دي ليها ادوار مهمه جدا في الفرقه فاحنا كمع بعض كفرقه احنا في كل المراكز عندنا لعيبه الحمد لله كويسه جدا بنطمنهم الحمد لله حتى اما الناس غابت يعني الحمد لله كسبنا فرقه كبيره فالنادي الاتحاد نادي كبير جدا تكسبه وانت ناقص كده يعني معنى كده انت الفرقه كلها الفرقه كامله فالحته دي احنا بنطمنهم عشان يعني حتى ما هم راضوا يقترحوا اسامي انا صدقني النادي الاهلي فيه احسن لعيبه في مصر دي وجهه نظري يعني حلو بس. كويس جدا طبعا انك تطمن الجماهير بحاجه زي دي وفعلا ان انتوا بالغيابات دي تكسبوا الاتحاد اللي هو عنده فرقتين تقريبا طبعا ده يدل على قد ايه السكواد بتاع الاهلي او فريق الاهلي فريق قوي جدا اخر حاجه بس عايز اسالكم عليها قبل ما نحتفل احتفاليه بسيطه كده مكالمه كابتن محمود الخطيب الاسطوره ودعم مجلس الاداره ليكم وعايز اعرف قال لكم ايه بعد الماتش بدقيقه تقريبا نكلمكم على طول هو اتكلم كابتن اشرف كابتن محمود اتكلم كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط رياضي وقال له اديني كابتن اشرف طبعا كابتن اشرف هو اللي المكالمه كانت معاه وساعتها قالوا لنا حتى يعني كابتن محمود عامل لنا مكافاه استثنائيه على مكافاه البطوله يعني طبعا دي كانت شغله مش فارقه معانا قد ما فارقه معانا احنا فرحناهم يعني مجلس الاداره برده صراحه بقى له سنتين بيدعمنا ومش بيبخل علينا باي حاجه صراحه في النادي الاهلي في الصفقات في يعني بيجيب لنا ده واضح جدا طبعا في النتيجه اللي احنا شفناها دي انتوا شرفتونا ونورتونا ومبسوطين جدا ان انتوا امبارح كان عندكم ماتش صعب جدا والنهارده كنتوا معانا في قناه الاهلي في بيتكم ودي حاجه تسعد الجماهير كلها بشكركم جدا ان كنتوا معانا كابتن مودي كابتن الفريق وصانع الالعاب والساحر كابتن ايهاب امين طبعا وعندنا بس حاجه كده بسيطه كادو كده نحتفل معاكم طبعا بالفوز بالبطوله الغاليه دي وان شاء الله بطولات اغلى اكتر هتكون طبعا مش اخر مره نكون بنحتفل ان شاء الله تكون بقى 2021 احنا بادئين اهو بدايه خير كده ان شاء الله وسعاده وعايزه كده وانتوا بتقطعوا التورته كده تقولوا بقى كلمه للجماهير طبعا نادي الاهلي لا طبعا يعني انا عايز اقول لهم بس ان احنا بنموت نفسنا عشانهم وان احنا بنلعب قطع يا كابتن قطع وريني قطع زي بقى اتفضل بالصوره ده يجي برضه بس كده عشان بقى كويس بس احنا عايزين نقول لهم كده والله احنا بنموت نفسنا عشانهم وهم عندنا كل حاجه يعني وان شاء الله باذن الله دي بدايه ان شاء الله العصر بطولات جديد في النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بشكركم جدا انكم كنتوا معانا وبشكر طبعا حضراتكم على المتابعه الحمد لله ان احنا معانا ابطال السله وان شاء الله انجازات اكتر الفتره اللي جايه شكرا لحضراتكم